سمر، أولى فقراتنا لليوم رح تكون طبية. هناك العديد من الأسباب يلي بتأدي لتأخير حدوث الحمل، ويعد التقدم بالعمر ومشاكل الخصوبة من أكثر الأسباب شيوعاً. في الحقيقة بعد هاي الأسباب يمكن السيطرة عليها وعلاجها. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بصيرنا نرحب بالاستوديو بالدكتورة سوسن محفوظ، أخصائية نسائية. صباح الخير دكتورة. صباح الخير، صباحك. يا هلا، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. بالبدايه خلينا نحكي عن الاسباب التي تؤدي الى تاخر حدوث الحمل. هلا اول شيء خلينا نقول ايمت بنعتبر انه تاخر حدوث الحمل. لحتى نقول انه تاخر حدوث الحمل المفروض سنه كامله من الزواج مع جماع منتظم على الاقل مرتين اسبوعيا، لحتى نقول انه اوكي صار في عندي تاخر بحدوث الحمل. لما بترجع المريضه وبتراجعنا بالعياده انه بعد شهرين ثلاثه من الزواج بتقلي انه دكتوره انا لهلا ما صار حمل، هذا لا يعتبر تاخر لحدوث الحمل. هلا نسبه العقم فينا نقول يعني 10-15% من الازواج ممكن يعانوا من انه ما صار حمل بعد سنه من الزواج. نحن لحتى بقى نبلش نعمل فحوصات وتحاليل اللي نبحث فيها عن الاسباب ليش ما صار حمل. منقسم الاسباب انه عندي 40% من الحالات هي باسباب من الاباضه من المبيضين، و40% اسباب من البوقين اللي هي بسموها الانابيب يعني بالعاميه، و10% بتتنوع على الاسباب الثانيه اللي ممكن تكون غديه، خصوصا مشاكل الغده الدرقيه ومشاكل هرمون البرولاكتين اللي ممكن يرتفع ويؤدي لتاخر حدوث الانجاب. بس قبل سنه من الزواج مع جماع محمي، يعني لما بتقلي كمان المريضه انه بالشهر ممكن يصير جماع مره واحده بالاسبوع ومرتين، فهذا لا نعتبره تاخر حدوث حمل. وقتها بنبلش نبحث عن الاسباب اللي عم انه ليش عم ما صار حمل لهلا. نعم دكتوره، يعني بوقتنا الحالي وبسبب الغلا وبسبب المشاكل يلي عم تصير ويلي صارت كثير، في تاخر بالزواج، فالصبيه بس تقطع سن 30 بصير عندها حاله من الرعب. خلينا نوضح هي الفكره انه هل هالشيء صحيح؟ وبالمقابل بنلاقي لا سيدات بال40 وبال45 عم يجيبوا ولد ولد. تماما، هذا الحكي كثير مهم وكثير سؤال. هلا انسب عمر يعني اكثر عمر للخصوبه المنيحه هو بين ال20 وال30، يعني بتكون الخصوبه كثير عاليه. هذا لا يعني انه بعد ال30 انه ما عاد في انجاب او بعد ال40 ما عاد في انجاب. تنخفض نسبه الخصوبه اكيد، لانه كل بنت بتخلق بعدد معين من البيوض وبتستهلكها خلال حياتها مع الدورات الطمسيه. يعني ما كل دوره طمسيه في عندي انا اباضه رح تخلص وحده من هيدي الاباضه، وبالتالي انه نحن بنوصل لعمر ال40 انخفضت نسبه الخصوبه. اول شيء بسبب مثل ما حكينا انه نقصت نسبه البيوض، ثاني شيء بسبب انه هذا العمر بيعطيني نوعيه بيوض ممكن تكون مانا كثير جيده، ثالث شيء انه بتزداد نسبه الامراض، يعني مثلا المشاكل التعرض للعوامل البيئيه هيدي بتزداد مع العمر وبالتالي بتؤدي انه انخفاض نسبه الخصوبه. افضل عمر هو بين 20 و30، بس اكيد انه بعد 30 في انجاب، واحيانا بعد ال40 في انجاب، اكيد في انجاب. حتى في تحليلات لازم البنات قبل ما يتجوزوا دائما يضلوا يشيكوا على هلا اكثر شيء نحن انه تجي هيدا الموضوع انه موضوع الالتهابات، يعني انه هذا الموضوع انه بياثر انه نحن عندنا على الانجاب لبعدين. فاكثر الالتهابات النسائيه اللي موجوده حاليا لا ما بتاثر، انا في شيء عندي اسمه داء حوضي التهابي هو اللي ممكن ياثر عندي على موضوع الانجاب لبعدين. موضوع الغده الدرقيه وموضوع هرمون البرولاكتين هدول من المشاكل اللي ممكن تتعرض عليها البنت، اي انه نحن وقتها ممكن نعمل تحاليل دوريه واطمئنان عليها. الامور كلها بخير، اي ما في اي اشكاليه من هذا الموضوع. فقط انه مثل ما حكينا بعد ال40 اكثر شيء انه ممكن تنخفض نسبه الخصوبه بسبب انه نسبه البيوض صارت اقل، انه هيدي البيضه صارت فيها نسبه المشاكل الصبغيه اكثر، وبالتالي حتى احيانا اذا صار حمل فانه نسبه الاسقاطات بتصير اكثر. هذه هي اكثر العوامل اللي بتاثر على موضوع الحمل. اكيد دكتوره، خلينا نحكي عن طرق الوقايه من تاخر الحمل. بيقولوا مثلا ممارسه الرياضه، المحافظه على الوزن المثالي، انه الوحده ما تكون لا اكثر ولا اقل من الوزن الطبيعي اللي بيناسب جسمها، وكثير من الطرق الثانيه خلينا نحكي عليهم بشكل اكثر. هلا اكثر شيء اهم شيء نحن نبعد الصراحه عن التدخين، يعني التدخين هو من العوامل اللي بتؤدي لنقص الخصوبه. الغذاء الغير صحي اللي فيه نسبه دهون كثير عاليه، فهذا كمان بيلعب دور بهذا الموضوع. واكيد تجنب التعرض للمواد الضاره. تجنب التعرض للمواد الضاره اكيد هيدي بتاثر عندي على موضوع الاباضه. هلا في شغله مهمه انه زيادة الوزن اللي بتأدي لأنه موضوع أنه ولا نقص بموضوع الخصوبة هي حالة متعلقة بحالة عندنا نحن نسميها مبيض متعدد الكيسات. يعني إذا كانت المريضة مترافق هذا الشيء زيادة الوزن مع المبيض متعدد الكيسات، فهذا بده أدي لزيادة لنقص نسبة الخصوبة. بس أنه والله إذا يعني هي شوي هيك وزن زايد بدون إشكالية ما بتأثر على هذا الموضوع. تمام.
إذا في عندي مشكلة بالغدة الدرقية كمان ممكن تؤدي لزيادة وزن، يعني زيادة الوزن إذا ما أنا مترافقة مع هذول المشكلتين ما بتؤدي لنقص بالخصوبة. يعني أحيانا تجي المريضة أنه والله وزنها 80 أو 90 أنه أنا بقدر بنجب، طبعا أكيد ما في إشكالية إذا ما عندي مبيض متعدل الكيسات وإذا ما عندي إشكالية بالغدة الدرقية. نعم دكتورة، عم نشوف حالة شائعة جدا بهذا الوقت، الوقت يلي فيه ستريس وحالة عصبية زيادة، فيه مبيض متعدد الكيسات عند يعني خلينا نقول نسبة كتير كبيرة من البنات ومن السيدات أيضا. خلينا نحكي لما المرأة بتضل بدها تروح عند الدكتورة وما حبلت، تستنى أول شهر وتاني شهر وممكن تستنى سنوات وما بتحبل، وخلينا نحكي ليش شو السبب وتعداد الدكاترة. يعني أنا هذا الدكتور ما حبلت عقيده رح اروح على دكتور ثاني، هذا الدكتور حبلت عقيده، هل هذا الشيء صح او لا؟ هلا اكيد لا، لانه هذا الستريس كثير بيلعب دور بتاخير الانجاب. يعني انه نحن بننصح للمريضه بس اجت ونحن اطمنا الامور منيحه، عملنا ايكو ما في اي اشكالات، فحوص الهرمونيه طبيعي، فحص الزوج طبيعي، لانه كثير احيانا بتجي انه طبعا 35% من الحالات هي عقم ذكري. يعني فطمنا على الفحوصات خلص منطمئن الام انه عدي بالبيت، يعني هيدي الزياره المتكرره على الاطباء ومن طبيب لطبيب اكيد رح ياخر الحمل. شغلي حالك باي شيء، اشتغلي اي شيء، انسي موضوع الحمل. يعني هذا الانتظار قبل كل دوره انه هذا الشهر تاخرت يوم يومين انه ما صار حمل، لا رجعت اجت، هذا الستريس كثير بياخر الحمل وكثير للاسف بنشوفه بحياتنا العمليه. ما في اي اشكاليه، نحن حتى يمرق 3 سنوات من الزواج لحتى نعتبر انه انا صار في اشكاليه فعلا بالحمل او ممكن يصير، او نحن بنسميه عقم غير مفسر، خصوصا اذا ما عندي اشكالات. طمنا الاستقصاءات كلها طبيعيه، فالافضل الابتعاد جدا يعني عن نق الجيران والاهل والاهالي. يعني هو من بدهم يفرحوا بهذا البيبي، بس انه هذا النق للاسف عم ينعكس سلبا كثير على حالاتنا. طب بنشوف اول ولد عم يكون صعب انجابه، ولكن بعدين بيقولوا بتكر المسرح. تماما، دائما بنقول لها هيك انه هذا الولد انه لما كثير بيكون في ستريس انه رح يتاخر لحتى يصير هذا الانجاب، بس بعدين رح تصيري تيجي تقولي لي يا صار الحمل بالغلط انا ما كنت بدي، فانه هذا الستريس هو اللي باخر الحمل. اكيد دكتوره، كمان بنيجي كمان على العكس، الاجهاضات اللي عم تصير مثلا عند الصبيه، اجهاض 2 3 كمان بيؤدي هذا الشيء لتاخر حدوث الحمل. خلينا كمان نحكي على هالنقطه، يعني شو سبب انه تكرار الاجهاضات عند المراه؟ تماما، هلا اول شيء الاجهاضات ما له علاقه بحدوث الحمل، هيدا نقطه كثير مهمه وسؤال كثير بنساله بالعيادات دكتوره، وخصوصا اول حمل انا سقطت مثل ما بيقولوا وقال الولد ماسك بايد اخوه، هذا الحكي طبعا هذا اكيد ما له اي اساس علمي، اذا سقطت ممكن ترجع تحمل ويكمل الحمل بشكل طبيعي بدون اي اشكالات. نحن هون بنبحث عن اسباب الاسقاط اللي ممكن تكون انتانيه، ممكن تكون جرثوميه، ممكن تكون مناعيه، ممكن تكون غديه، ممكن تكون قصور هرمون بروجستيرون. نحن بنعمل التحاليل المناسبه لحتى نشوف شو سبب هيدي الاسقاطات، بندور عن سبب الاسقاط وبنعالج، بس لا يعني اذا صار اسقاط انا ما عاد رح يصير عندي حمل ولا عاد رح انه كمل الحمل للاخير. اسقاطات شيء وحدوث الحمل هو شيء مختلف. أكيد. نبحث عن اسباب الاسقاط، بنعالج سبب الاسقاط وبتحتمل وبتكمل. دكتوره، امتى بتلجؤوا لاطفال الانابيب، لطفل الانابيب، امتى بتقولوا للمريضه انه هلا لازم نحن نلجا لهذا الخيار؟ هلا حكينا يعني 3 سنين بعد الزواج، بعد غير مفسر، تحاليل كلها طبيعيه، بنلجا وقتها لطفل الانبوب، او اذا نحن مثلا بالاستقصاءات ظهر عندي انه خصوصا مشاكل الانابيب. يعني البوقين انه انا عملت صوره ظليله للانابيب، الانابيب للاسف مسكره بسبب سوابق عمل جراحي على الحوض زايده، مشاكل التهابيه، مو الالتهابات النسائيه العاديه اللي كمان بيضل بيصير في اخطاء بهذا الموضوع، في شيء نحن بنسميه داء حوضي التهابي ممكن يؤدي لالتصاقات شديده. لجأنا لتنظير بطن، هيدا الامر ما ادى انه ما قدرنا، الانابيب ضلت مغلقه، فوقتها بننصحها انه تلجا لطفل الانبوب. نعم دكتوره، كمان خلينا نركز على نقطه كثير مهمه، الاكل، التغذيه، قديش كمان مهمه لجسم وخاصه البنات. عم نشوف حالات من الليف كثير، مبيض متعدد الكيسات بشكل كثير كبير. يعني اذا بتحكي للتيتا بتقول لك انا يعني لهلا ما عندي الامراض اللي انتم عندكم اياها، يعني جيلنا كثير عنده مشاكل بسبب الاكل، بسبب اللايف ستايل الغلط يلي نحن دائما بنتبعه. هلا للاسف طبعا في اغذيتنا كثير هرمونيه، يعني حتى نحن بنشوف حالات بلوغ مبكر للاسف هلا جديده انه نتيجه هيدي الامور. بننصح الاهل انه يبعدوا الطفله عن هذا، عن الاغذيه الهرمونيه اللي بيكون فيها هرمونات، خصوصا كمان عن الشيبس كثير وهدول الاكلات اللي بيحبوها الاولاد كثير، عن الدجاج، الشاورما، يعني هدول كثير فيه، خصوصا الدجاج انه في
انه اذا بدها تاكل لحم فهو اللحم الاحمر هو افضل، فهو اقل هرمونات فيه. هلا بالنسبه للمبيض متعدد الكيسات، هو شائع كثير كثير، بس هو ما بخوف، يعني الناس بتخاف منه اكثر ما هو بيستاهل. هو مرض وراثي، يعني انه يعني البنت انه ورثانته اكيد عن ستة وعن هيدا، بس فعلا طبيعه الحياه اللي كانت قبل، قله الاغذيه الهرمونيه، قله الاغذيه اللي فيها شحوم كثير، انه الحركه المنيحه يعني الطلعه الكثير الشغل الحركه اللي ما بتؤدي لزياده وزن مترافقه مع هذا المبيض المتعدد الكيسات، فهي كانت عم تحسن من نتائج الاباضه فيه. مشكلتي بالمبيض المتعدد الكيسات هو انه الاباضه بتكون فيه اضعف من هيدا. طبعا له درجات، يعني في حالات شديده ممكن نوصل لمرحله تنظير بطن لحتى نعمل انه تسقيب للمبيضين لحتى تعطيني استجابه، وفي حالات لا، بشويه كورس علاجي يعني بيمشي الحال وبتتحسن. اكيد الرياضه كثير ضروريه، اكيد غذائنا وخصوصا فيتامين اي مضادات الاكسده، حمض الفوليك كثير بيلعب دور بهذا الموضوع، المفروض يتاخذ قبل ما يصير حمل لحتى تكون نوعيه البويضه منيحه بهيدي الحالات، وبالتالي بنسرع من حدوث الحمل وبنخفض من نسبه الاسقاطات. اكيد دكتوره، خلينا نحكي عن العلاج، شو خلينا نحكي عن العلاج الدوائي والتلقيح، وخلينا نحكي عن اطفال النبيب اللي حكينا عنها، خلينا نحكي عن العلاجات بشكل عام لتاخر الحمل. هلا نحن اول شيء لازم نبلش فحوصات، مثل ما حكينا بعد سنه من الزواج ما شفنا اي مشاكل بنبلش الفحوصات، نبحث عن اسباب اذا عندي اشكاليه بالاباضه مثل ما حكينا مبيض متعدد الكيسات. طبعا شويه تحريض اباضه بيمشي الحال بهي الحاله، في حالات مثل ما حكينا بتكون شديده ممكن نوصل لحاجه تنظير بطن وجراحة. نبحث عن أسباب الأنابيب مثل ما حكينا، البوقين، إذا في عندي انسداد، إذا في عندي إصابة التهابية فنحن أكيد لازم نعطي كورس علاجي التهابي، ونرجع من عيد الصورة الظليلة أنه أوكي الأمور تمام. فعادة خلال 3 أشهر بعد الاستقصاءات إذا نحن عالجنا بيرجع بيصير الحمل بشكل عفوي. هلا لما بنوصل لمرحلة أنه كل التحاليل الطبيعية ما عندي أي أشكالات بتفسر هذا العقم، نحن بنقول لهم أنه ريحوا، خصوصا اذا عمر العروس صغير يعني بين 20 و 30 ما في شيء مستعجل، تماما ريحوا، انه بعدوا عن الستريس، ما في داعي لهالزياره الدوريه كثير كثير كل شهر لعند الدكتور. اذا بنريح 3 سنين تنوع الدكاتره هي النقطه كثير للاسف للاسف اي، يعني بتاخذ معلومه من هون وبتركض لهون وبتركض لهون بهدوء، يعني موضوع الحمل كثير بده رواء، يعني انه يعني الراحه النفسيه عند الطبيب، يعني تختار طبيب طبعا هذا بيلعب دور ضروري، هذا الشيء نحن حتى يعني لما بتكون مثلا انا عندي اوكي الاباضه منيحه والانابيب منيحه وتحليل الزوج منيح وما عندي اي اشكالات، انه ليش دكتوره ما عم بيصير حمل؟ انا تعشيش الحمل في له نسبه معينه بتزداد تراكميا مع الدورات، يعني اول مره احتمال يصير الحمل 25% فقط عند الزوجين الطبيعيين اللي ما عندهم اي اشكالات، مع التكرر المحاولات بتزيد النسبه، فنحن لهيك بنترك انه مهله سنه بعد الزواج لحتى نبلش فحوصات وتحاليل. فحتى لو الامور كلها طبيعيه بنقول لهم بعدين بعد سنه انه هدوا، ننطر 3 سنين، بعد 3 سنين ما صار حمل وقتها بنرجع بنحاول بالاساليب المساعده. طبعا ممكن اول شيء نلجا حسب الاسباب لحقن داخل الرحم IUI، اذا 3 محاولات فشلت بنحول لطفل الانبوب. نعم دكتوره، خلينا نحكي بنقطه البعد بين الزوجين، في كثير سيدات عايشين هون وزواجهم مسافرين، يعني صار لهم وقت كثير طويل مجوزين، هذا الشيء قد بيؤدي الى حدوث الحمل ولا لا؟ تمام عند الالتقاء هيدا كثير سؤال مهم، لانه فعلا كمان كثير بيجونا انه زوجها مسافر بيجي شهرين بالسنه انه لازم تحمل بهيدا الشهرين بالسنه، نرجع بنحكي انه نسبه او في الحمل بعد سنين او تمام. بكل الاحوال لما بيصير فيه لقاء بين الزوجين فانه نسبه الحمل بالدوره الطمسيه الواحده هي 25% تزداد مع تكرار المحاولات، يعني اذا اجى شهر وراح فانه نسبه الحمل عندها 25% فقط لا غير. يعني على الاقل لازم يكون في اقامه مع بعض 6 أشهر يعني حتى نقول انه نسبه صارت الحمل 50-60% لحتى يصير عندي حمل. ف هذا الموضوع انه اكيد لازم يكون في بين الزوجين انه حياه زوجيه، حكينا انه جماع لا يقل عن مرتين اسبوعيا لحتى نقول انه في عندي اشكاليه ما صار حمل. هذا البعد اذا في بعد سنوات والتقوا بعدين لمده طويله وفي كثير حالات عم نشوفها ما عم يصير حمل، وقتها بنبلش بالفحوصات والتحاليل بنبحث انه في اشكاليه يعني بنعتبرها مثل اي حاله كانه هلا تزوجنا، انه بنعطيهم مهله سنه وبنبلش بالفحوصات والتحاليل، بنبلش بالاباضه، بنبلش بالانابيب، بفحص الزوج اوكي، وقتها بندور عن الاسباب اللي ادت انه لعدم حدوث الحمل. كمان بس انه هذا الغياب الطويل انه والله تزوجوا انه عاشوا مع بعض فتره وسافر الزوج ورجع الزوج انه هذا بيؤدي لتاخر الحمل؟ لا.
نعم. كمان خلينا نحكي نقطع عن حبوب مانع الحمل. كثير من العروسات بياخذوا حب مانع حمل تمام. باول 3 شهور او اول 6 شهور خلينا نقول تمام. هذا الشيء بياثر سلبا ولا لا؟ حتى لا. بعلاج الاكياس كمان حبوب مانع الحمل بتتاخذ يعني هذا الشيء بياثر ولا لا؟ لا. لبعدين هذا الشيء دائما بيخوف يعني في اطباء بيقولوا لك بياثر في اطباء بيقولوا لك لا, لا. حكما لا. حب مانع الحمل هو من أأمن الأساليب اللي بدها تمنع فيها البنت أول ما بتتزوج إذا حبت أنه هلأ ما بدي حمل. هو أأمن من اللولب لأنه اللولب ممكن يؤدي مثل ما حكينا داء حوضي التهابي وبالتالي أنه أذية للأنابيب وبالتالي أنه تأخر الإنجاب. حب المانع مثل ما حكيتي أنه نحن بنستخدمه أصلا لعلاج الكيسات والمبيض المتعدد الكيسات حتى بفترة قبل الزواج. يعني البنت لما بتعاني من هذا الموضوع في عندها إشكالية واضطراب الدورة الطمسية فنحن بنعطيه ما بيؤدي ابدا لتاخر للانجاب. بس انه هذا اللي بنرجع بنحكيه انه نقطه انه والله رجعوا انه على كثر ما خبروها فانه هيدي الحاله النفسيه اللي بتدخل فيها انه انا لا اخذت ما عاد راح يصير حمل. فهذا الشد النفسي اللي بتتعرض له بعد حب المانع هي اللي بتاخر الحمل أكيد. بس اكيد ما في اي اشكاليه ولا بياخر. دكتوره بما انه عم نحكي على حب مانع الحمل للريتان للصبايا اللي عم ياخذوا كمان تمام. شو خلينا نحكي عن تاثيراته السلبيه على الحمل شو هي؟ هلا نحن اهم شيء انه الريتان لازم يتوقف. هذا العلاج الشائع يعني ليكي حتى صارت الجيران بيوصفوا لبعض بدون الطبيب للأسف. ما بتلاقي صبية بتقول لك ناشفة بشرتي لأنه أخذ ريتان يعني ليكي. هلا أهم شيء بالريتان إنه لازم يتوقف 6 أشهر قبل ما يصير حمل. الإشكالية الأساسية عندنا هو إنه هو التشوهات. الريتان مشوه حكمان المفروض يتوقف. طبعا آخر دراسة بتقول 3 أشهر. نحن عم نعطيهم مهلة إنه 6 أشهر حكما قبل ما يصير حمل. أي حمل بيصير قبل ما تكون الريتان توقف قبل 6 أشهر فهو ممكن كتير يكون مشوه. فالمفروض ما ناخده بدون وصفة طبية للريتان. بيقول الدكتورة قبل وبعد انه بفترة سنة تقريبا لا بعد الريتان 6 اشهر امان 6 اشهر امان. هو ما قال لك حتى اخر دراسات 3 اشهر بس مع هيك نحن بعدنا عم نعطيها 6 اشهر على الدراسات الصبايا اللي حابين 6 اشهر من ايقاف الريتان صار امان انه يصير حمل ما في اي اشكالية. طب دكتورة هون يعني قبل ما نختم مع حضرتك بدنا نوجه رسالة لكل زوج. الضغط النفسي دائما بحط كل مشاكل الدنيا وانه المرأة ما عم تحبل على السيدة يعني هو عامل مؤثر ب 90% بالحمل. خلينا نحكي عن هاي النقطة عن الجانب النفسي وايضا الجانب المعنوي قديش مهم هو يكون واقف الدعم النفسي جنبه. تمام نرجع مثل ما قلتي رح نوجه رسالة للزوج ولأهل الزوج انه الاسترس بالنسبة للمتزوجة انه هو اكثر الاسباب اللي للاسف اللي عم تأخر لحدوث الحمل. لا يمنع بعد 6 اشهر من الزواج مو قبل اكيد. للاسف كثير بيجينا شهرين وثلاثه بس متزوجين وانه ما صار حمل لهلا بيكون العالم اللي حواليهم عم بينقوا كثير. فانه للزوج خصوصا قبل 6 اشهر من حياه زوجيه عايشين مع بعض مو انه والله تزوجنا وسافرنا 4-5 اشهر ورجعنا انه والله ما صار حمل. على الاقل 6 اشهر بنعمل فحوصات كثير خفيفه اطمئنان بسيط كثير بالايكو. تطمن على حالك بالفحوصات إيه؟ يعني اكيد ما في اشكاليه ابدا يعني عليك يعني هو اصلا اول تحليل نحن لازم نبلش فيه هو تحليل الزوج. يمكن في ازواج بيرفضوا للاسف يعني في ازواج بيرفضوا بس هو 35% من حالات العقم هي عقم ذكري. فانه بده يتعاون معنا بدنا نخفف من الاسترس بالنسبه للام. بعد 6 اشهر التحاليل كلها طبيعيه بضلك واقف جنبها عيشوا حياتكم بنقول لهم عيشوا حياتكم يعني انبسطوا انتم هيدي السنه اللي انتم عايشينها هي رح تعيشوها كزوجين مبسوطين مع بعض. اوكي الاولاد رح يجوا اكيد ورح ترجعوا وتشوفوا الاولاد. هذا البعد عن الاسترس كثير بيأثر عندي على موضوع الحمل. رح يصير لوحده حكما كثير شفناها 90% او فيني اقول لك اكثر من الحالات. بس خف الاسترس انه صار الحمل عفوي حتى بعد سنتين احيانا من الزواج وثلاث سنين. اكيد دكتوره بدنا نصائح اخيره للصبايا اللي حابين يصير عندهم حمل شو بتحبي تقولي لهم شو يبلشوا شو يعملوا بحياتهم العاديه واليوميه؟ بنرجع بنحكي على ممارسه الرياضه كثير مهمه. ناخذ حمض فوليك انه هذا كثير ضروري واساسي. نبعد عن التدخين مثلا الكلور بتنظيف البيت كمان هي بتاثر ولا لا؟ يعني اذا والله تعرضت مره بالاسبوع او كذا بشكل عام لا يعني بشكل عام لا. تدخين الكحول الاغذيه الدهنيه ناخذ حمض فوليك نمارس الرياضه هدول اكثر شيء اللي ممكن
يحسنوا من موضوع الانجاب عندي. تمام. نعم. ياكلوا شوكولا لانه بتحسن النفسيه. اه ايه شوكولا بتحسن النفسيه بس بتسرع الحمل. بتحسن ما بتحسن الجيب ايضا. دكتوره نحن كثير بدنا نتشكرك وبدنا نتمنى يعني نعمه الاولاد الله لا يحرمها لحدا. امين. ويضل هيك عندهم ايمان كثير كبير بالله وان شاء الله هيك الله يرزق الكل. امين. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا فيكم.